جديدة من اتحداك في نص ساعة. حلقة اليوم نقدمها إهداء للفن اليمني الأصيل، هذا الفن الذي كان لمدينة عدن الساحرة أثر كبير في وضع بصمة لا تمحى أبدا من تاريخ الفن العربي وخاصة في منطقة الخليج العربي. حلقتنا اليوم مخصصة للفن اليمني، حياكم الله. خطوتنا الأولى زي ما تعودنا في كل حلقة إنه نبحث عن المتحدي، المتحدي اللي يكون قادر على الإجابة على السؤال ومواجهة التحدي وبالتالي ربح المئة الألف. خلونا نبدأ. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. أفضل المغنين اليمنيين من وجهة نظرك؟ أبو بكر سالم بالفقيه. أبو بكر سالم بالفقيه. ليش؟ لأنه هو التراث، يغني أغاني تراثية. هو دكتور أبو بكر سالم. دكتور أبو سالم هو رجل الفن في اليمن. غيره من المطربي عدن. مطربي عدن في معنا هذا اسمه هذا محمد سعد وغيرهم من الفنانين. تعرف شاعر الفلاسفة؟ لا. شاعر الفلاسفة من هو؟ قل لي افضل مطربي عدن من وجهه نظرك. انا افضل مطربي هو عبود خواجه. في مطربين في عدن تركوا بصمه لا تمحى في تاريخ الغناء اليمني، وهذه البصمه امتدت للخليج العربي من المطربين القدامى من عدن. من محمد سعد عبد الله وابو بكر سالم الفقيه وغيرهم. ابو بكر من حضرموت. ابو بكر من حضرموت. محمد سعد عبد الله. وايضا تسمع لي اغاني فعلا. اجمل اغاني طبعا حول الفتاه. عندك حافظ او عندك محتفظ ببعض الاغاني؟ لا والله لا والله. انا كل انسجامي مع عبود خواجه. افضل مطرب يمني من عدن ترك بصمه على الغناء من وجهه؟ فيصل علوي. ليش؟ فنان قديم واغنيه التراث اليمني. انتشر اغاني لهجيه حلوه. ها انتشر لخارج اليمن. انتشر لخارج اليمن الخليج، اغلبهم يقلدوا اغاني. تعرف شاعر الفلاسفه؟ لا. شاعر الفلاسفة شغله يمني؟ لا. شاعر الفلاسفة، شاعر عربي سمي أو لقب بشاعر الفلاسفة، درى الدعوة فيها 100 ألف. والله مش عارف. ما تعرف. يلا شكرا. خلنا نستمر نشوف كمان إذا كنا حنلاقي. السلام عليكم. شاعر الفلاسفة من هو؟ أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري صح؟ برافو. الخطوة الأولى على 100 ألف أنت عديتها. الآن هناك تحدي، إذا نفذت التحدي أعطيك 100 ألف، إيش رأيك؟ موافق؟ إن شاء الله. جاية في وقتها 100 ألف؟ إن شاء الله. طيب أمجد من؟ أمجد صالح راشد. أمجد صالح، شاهدي الكرام هنا من كلية الطب، هو في قسم المختبرات في عدن، هو من أجاب الإجابة الصحيحة على هذا السؤال. من هو شاعر الفلاسفة؟ هو فعلا من؟ أبو العلاء المعري. يعطيك ألف عافية. الآن التحدي لك في الغناء والطرب؟ لا. ما تغني؟ ما أغنيش. ولا تسمع أغاني؟ ولا أسمع أغاني يا راجل. إن شاء الله.
ما اسمعش اغاني. لا ما تسمعش اغاني نهائيا؟ لا. ولا المطربين يمنيين؟ لا، عبود اخواجه غليه بس عبود. ما احبش الاغاني. ما تحب الاغاني؟ لا. طيب اليوم التحدي كله على الاغاني، بنجرب. قل لي ايش المهمه؟ ايش المهمه؟ الان انا بعطيك 9 صور لتسع فنانين يمنيين، 8 منهم من عدن. تمام؟ تمام. المطلوب منك تعرف لي من هم هذول التسعة، وتجمع لي للتسعة 15 أغنية. عندك تلفون؟ نعم. في بلوتوث؟ لا بلوتوث. نعم. ما في بلوتوث؟ طيب. نجيب لك تلفون في بلوتوث، مي مشكلة، أنا أعطيك التلفون بلوتوث. مهمتك الآن تتعرف لي على التسعة الفنانين، وتجمع 15 أغنية لهذول التسعة. كلهم تسعة؟ كل واحد أغنية، أغنيتين، ثلاثة، اللي يقدرك ربي عليه إن شاء الله. تمام؟ تمام. لو نفذت المهمة خلال نصف ساعة أعطيك 100,000 ريال، إيش رأيك؟ موافق. موافق؟ موافق إن شاء الله. طيب إذا أمجد مشاهدي الكرام موافق على التحدي. فاصل، وبعد الفاصل حنرجع إحنا وأمجد ونبدأ التحدي مع بعض. يا إما هو يربح 100,000 ولا أنا أخذها عليك. عادي. فاصل وراجعين، تابعونا. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. قبل الفاصل التقينا بأمجد. أمجد من طلاب شعبة المختبرات من كلية الطب. طبعا سألناه من هو شاعر الفلاسفة، أجاب أبو العلاء المعري، كانت إجابة صحيحة. هو وافق على التحدي برغم أنه ما يسمع أغاني. تتوقع تربح إن شاء الله؟ بس انت ما تسمع اغاني، كيف حتى ان شاء الله بيساعدوني الاصحاب وال يساعدوك الشباب طيب هذه صور، كل ورقه فيها 3 فنانين يمنيين، اغلبهم من مدينه عدن، تقريبا واحد هو اللي من خارج مدينه عدن او 2، البقيه من ابناء مدينه عدن، واللي كانت بصماتهم الفنيه واضحه مش بس على الفن اليمني بس، او امتدت لتصل الى الخليج العربي. تمام. مهمتك الأولى أنك تتعرف عليهم. من هم؟ حتتعرف عليهم. بعد ما تتعرف عليهم حتطلب من الشباب اللي عنده أغاني يرسل لك هي على تلفونك. تجمع لي كم أغنية؟ 15 أغنية. بيك مرحوم، الله يعطيك العافية. تجمع للمطرب أغنيتين، 3 أغاني، ما عندك مشكلة. تمام. 9 فنانين، في أغنيتين لكل فنان، 16. إذا عجزت عن فنان، الفنان الثاني يسد مكانه. تمام؟ طيب أول ما حبدأ التوقيت، أول ما أبدأ التوقيت يا أمجد حتتوكل على الله. أول ما أعطيك الإشارة حتبدأ التوقيت، وإذا بدأ التوقيت لن يتوقف إلا بعد 30 دقيقة، إما أنك تربح أو أنا اللي أربح. جاهز؟ جاهز. يلا أمجد صالح توكل على الله، بدأ التوقيت. أنا مشارك في برنامج السعيدة في حلقة تحداك نص ساعة، ايش تعرف لي على اسم هذه الفنانين؟ أم السعد عبد الله. قلب. أحمد غازي. طيب اشتق، أنا مشارك في تحداك نص ساعة، ايش تعرف لي اسم الفنانين هؤلاء؟ اسم أي فنان هؤلاء؟ اسم هذا الفنان؟ تعرف هذا؟ هذا أحمد غازم. أحمد غازم من؟ غازم معروفة. تأكد. أحمد غازم تأكد. أحمد غازم. هتعرفه يشتغل على كيسون اللي بعدها. كيسون اللي بعدها. تعرف فنان؟ أيوب خالد. أيوب خالد. أنا مشارك في برنامج نص ساعة تحداك في قناة السعيدة، ايش تعرف لي على اسم الفنانين هذا؟
هل تعرف فنان من هؤلاء اسمه؟ أعرف فنان يعرف لك دعاء من الفنانين معروف. بس وهلا واحد. سعيد يتحدث في الساعه شيك تعرف لي على اسم الفنانين. هل تعرف اسم فنان هؤلاء؟ محمد مرشد ناقي الصوره شكلها اللي والله تعرف فنان سعد الرجال روح عند الشيبه عند الشيبه احمد بن احمد قاسم من احمد قاسم احمد بن احمد قاسم ايوه شوف هذا هذا مش هذا مش احمد قاسم هذا احمد بن احمد قاسم سجل احمد محمد قاسم احمد بن احمد قاسم هذا مش هو فنانين. هاي الصور انا مشارك في قناة السعيد في برنامج تحدث من الساعة ايش تعرف لي اسم فنان مع اسم اغنية حقه هذا ايو طارق ايش اغنية حقه في معه اغنية يا من رحلت يا من رحلت الى بعيد لا هذا من احمد قاسم مهلني احمد قاسم مهلني احمد محمد محمد سعد كمان في اغنية معه حق اعز الناس هذا حقه أعز الناس وأقربهم إلى قلبي وجدان أعز الناس وأقربهم إلى قلبي وجدان جرح ما جرح في قلب وبعد الوجد عاداني جرحنا جرح في قلب وبعد الوقت عاداني نسى إني فرشت الأرض نسى إني فرشت الأرض قدام ورود وخليت دعين الناس وخليت بعين الناس أجمل شيء في هذا الوجود أنا وحدي أنا غلطان أنا كنت أحسن إنسان ساعدتي الأخ أمجد الحمد لله عرفتي على بعض الصور؟ لا بعض الصور كنت أعرفها مين؟ أيوب طارش محمد سعد عطروش محمد مرشد ناقي و اما البقيه اعرفهم بس مش عارفه اسمائهم هي دي المشكله اكثر الفنانين اليمنيين اللي انت تحبي تسمعيهم محمد سعد لا محمد سعد او ايوب ابو بكر سالم اعتقد انهم وكمان فؤاد الكبسي ها ابشر كيف الوضع الوضع والله على حد الان عدم الدهر طيب لاحظ انه مر عليك تقريبا الان 8 دقائق مطلوب منك تجمع لي الاغاني مش تكتب اسمائها وبس تجمعها بالتليفون تجمعها في التليفون الاغاني نشتي نسمعها اسمعاني خلنا نشوف مشاهدي الكرام اذا كان امجد حيقدر يعدي التحدي اليوم هو تحدي صعب بكل المقاييس تحدي صعب انا اعرف لكن هل حيستطيع انه يعديه حنشوف باقي ثلث ساعه وحنشوفكم بعد الفاصل